الجماهير الجزائرية كعادتها دائما تصنع الاستثناء، وهذه المرة الحدث صنعته مشجعة صغيرة متحمسة وعائلة جزائرية من كواليس مباريات شان الجزائر. انتشر فيديو لصبية صغيرة ترقص على أنغام الموسيقى بملعب ميلود هاتفي بوهران في مباراة الكاميرون والكونغو. الكاف لم يقاوم الموقف الطريف وطالب الجماهير بالمساعدة من أجل العثور عليها، وحتى أنه حضر مفاجأة لها. وسارع رواد منصات التواصل الاجتماعي للبحث عن البنت حتى توصلوا لحساب والدها على تويتر. من جهة أخرى، اشتهرت أسرة جزائرية أيضا من ملعب 19 ماي بعنابة بسبب متابعة المباريات رفقة أطفالها رغم انخفاض درجة الحرارة وتساقط الأمطار. وأعجبت اللجنة المنظمة بالموقف وكفأتها بدعوة رسمية لمتابعة مختلف المباريات من مقصورة كبار الشخصيات مع التكفل التام.